خصوص إذا قارنا بعض المحافظات هي تعتبر جنة بس مو مستوى طموحنا، مو مستوى طموحنا. كي نشوف الحاصل على مدينتنا ونشوف أجمل ما تكون، أجمل ما تكون. أريد واحد أيضا يعني بالوقت الحالي يعني هذه الاختناقات المرورية بالجسور يعني ما يصير لنا دراسة بسيطة شلون نقدر نخفف من إجا يعني إلى أن تجينا الجسور اللي بكت نجينا في سبيل نخفف شدة الازدحام بالرشاوة أنا هذا الحكي أريد متابعة وأريد يترجم حقيقة. يعني أتمنى أن تربطنا بجهة حتى نعرف شلون نتعامل ونكتب مشاريع ونكتب هاي الحلول لهذه المشكلات اللي موجودة بالمدينة، وإحنا موجودة كلها عندنا، كل الاختصاصات. عميل عندنا. ما نلاقي اهتمام من قبل الجهات المعنية من وزارة الخدمية الثانية والمحافظة سابقا، ماكو أي اهتمام بهذول الشباب حقيقة. قسم من الإدارة الخدمية بإذن الله راح يتم تغييرها، احنا نبحث عن الأصلح. وظواهر الفساد أيضا والفاسدين أيضا رأيكم الشخصون ساعدون على تشكيلهم. وأريد أهل الموصل سلبيين، هذا قمة تبع لمالكم. لازم كنا نقول الغلط هذا غلط. يعني عاملين النظافة يعني بالبلدية لما يجي يشيل الأوساخ يدق الباب، اعطيته فلوس شال الأوساخ، ما اعطيته ما شالها. فلما سألته قلت له أنت عندك راتب؟ قال لي إيه. ليش قد راتبك؟ قال لي 180. يعني هذا ما يكفي إيجار، وهنا عندنا مشكلة الأخ إنه الإيجارات كلش غالية. يعني عامل النظافة لازم نهتم برفع راتبه حتى يشتغل عدل، حتى تكون مدينة أنظف. نعمل الآن بهاي المناطق أستاذ كفرق تطوعية، أول مبادراتنا هي تطوعية، وضوين تحت خدمة ممثلية الفرق التطوعية والناشطين في نينوى. أنت بتسلمك المنصب نتأمل أن تكون سند لنا وداعم لنا. إذا إحنا سيطرنا على الشباب وشغلنا المنتديات والمديرية، إحنا سيطرنا على نصف المجتمع، وأتمنى أن تفعل هذه المنتديات. بفضلكم وبفضل الشيء الجور اليومية التي سوف تأتينا من قبلكم. كنا كمديرية شباب رياضة نينوى، المركز الوطني للعمل التطوعي بالتعاون مع منظمة ميرسي جروبس بتقديم منح للعاطلين عن العمل، وإن شاء الله إحنا كنا يد واحدة مع الفرق التطوعية إن شاء الله. تم لقاء الشباب مع السيد نجم الجبوري محافظ نينوى، حيث أكد سيادته على دعم الفئة الشبابية في هذه المحافظة وعلى دعمهم الكامل في جميع المستويات الشبابية الرياضية الفنية الثقافية، كما أكد سيادته على تمشية الأمور وحل جميع المشاكل الشبابية والتنسيق مع المنظمات الفعالة في هذه المحافظة. وبدورنا نهنئ سيادته على تسلمه المنصب. حضرنا اليوم لهذا المؤتمر المقام في مبنى محافظة نينوى بحضور السيد محافظ نينوى نجم الجبوري، تكلمنا عن مشكلة أجور دائرة مع نينوى التي لم تحل لحد هذه اللحظة، وتكلمنا عن جميع العقود في الدوائر الخدمية للنهوض بالواقع المعيشي للعقود. طبعا ملفات نينوى جدا كثيرة، لكن إن شاء الله نأمل من سيد المحافظ جدا أن فتح هذه الملفات والعمل عليه، وإحنا كدورنا كشباب وكناشطين داعمين لأي حركة إعمار وداعمين لأي حركة استحصال الحقوق. هاي المحافظة يعني محافظتنا، ما نعول فقط على الدولة لكن نعول على أنفسنا. طبعا حضرنا إحنا اليوم ديوان المحافظة وعملنا لقاء ويا المحافظ نجم الجبوري، كوننا ناشطين ومتطوعين وطالبنا بكثير أمور من المحافظ يعني لخدمة المدينة، والنقصات اللي يعني حاثة بالمدينة خلال نشاطاتنا اللي لاحظناها طبعا، وعدنا السيد المحافظ إن شاء الله يحلها كلها. اليوم كانت مقابلتنا للسيد المحافظ، باركنا له طبعا بمنصب الجديد، وكانت لنا عدة طلبات منها رواتب الأجور، تعديل رواتب عمال بلدية الموصل،
وتنفيذ عدة قرارات تم تسويفها بالسابق لمجلس الوزراء، منها الحد الأدنى للراتب 350، ومنها عندنا فئة معينة لا تتجاوز 20 عامل تحت سن 18 بشهر أو شهرين لم يتم تحويلهم. وطالبنا أيضا برواتب دائرة ماء نينوى وتنفيذ القرار لتحويل الأجور إلى عقود وزارية بأسرع وقت ممكن.